أكد التضامن العربي في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 شكل عامل دعم ومساندة كبيرين أسهم في تحقيق النصر. واتخذت المساندة العربية لمصر أشكالا عدة، سواء من الناحية العسكرية أو حتى الاقتصادية والسياسية. على قلب رجل واحد كانت الأمة العربية في حرب أكتوبر من عام 1973، حرب استعادة الكرامة والانتصارات التي خاضتها مصر وسوريا لم تكن أبداً معركة القاهرة أو دمشق وحدهما، بل كانت معركة العرب أجمعين. التضامن العربي في حرب أكتوبر كان من الناحية العسكرية وأيضاً من الناحية الاقتصادية بالضغوط والأوراق المتاحة لدى العرب. المساندة العربية لدولتي المواجهة كانت واضحة للعيان من خلال الدعم العسكري على جبهتي القتال في سيناء والجولان، وفي أشكال أخرى من خلال المساعدة المادية وأيضاً من خلال سلاح البترول. حجم الدعم العسكري العربي لدولتي المواجهة مصر وسوريا في حرب أكتوبر كان أفضل صورة ظهر بها العرب منذ حرب عام 1948. في الوقت نفسه جاء الاستخدام الفعال لسلاح النفط وتوظيفه في المعركة بصورة أثبتت تأثيرها الكبير. تضامن وتنسيق غير عادي على المستوى الرسمي إلى جانب تضامن شعبي كان بمثابة قوة دفع غير مسبوقة أمام تحقيق أعظم انتصارات العرب الحديثة. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل، عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ واجتاحت خط بارليف.